معنا مو مشكله طلبات بالعكس. نبي طلبات زي ما يحبهم نمو طلبات طلبات جاي يقول لي قلت له عندها طلبات عشان سهره الله الا وهي هذا باستا بيض الله وجهك يا منصور بيض الله وجهك يا منصور صار تريد وين اسحاق عشان نسمع فعال ليش الحزن فيك فهد فهد تعال نسوي نسوي ديل عبد الله بعيوننا ما نخليه انا اكل طبختي وانت تاكل طبختك يعني انا اكل طبختك وانت تاكل عندك ما غاز يا طيب هل في عندك ما ننازل ما ننازل ما ننازل اجيب لك صحنك ايوه ايوه ابشر يا اسحاق نصيحة يا ماجد يا شباب يا شباب انتوا احكموا خذ خذ يا ماجد خذ يا ماجد مشويات ما في بس هذه انا ما كلها عندهم صح كيف 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 شوف هذا والله انه شمسك لحد والله بس هذا مرتب شفت اللي سلام العبرة مو بالترتيب العبرة بالطعم لا ايش رايك العبرة بالطعم الله اكبر هذه طب خذ كده والله اي والله الله اكبر ما شاء الله عليك شوف لا ولا المعصوب هذا ولا كشك معصوب على كيف شيخ ايش هذا هاي طبختي ها ما شاء الله جميلة يعني اكل ولا بس اختار لا لا شوف ها نعمة نعمة كلها ايش هذا كذا مستغرب كله نعمة كامل اي والله اختارها كلها ملعقة من هذا وملعقة بس ليش حقت ماجد كذا شوية اللحمة فيها ولا كيف كيف احمد احمد كيف قصدي كيف المكرونة سيئة للغاية الحمد لله اللي يريح اللي يريح طب تعال تعال نجرب بسم الله حقتي جيدة ترى يلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا يا رب يا رب يا رب قينا والله ممتاز والله جيد قينا ما عندك ما في ها معنا معنا اكيد طابخ كويس ما في ملاعق بالله كيف؟ والله بالله عليك تدوب طيب هات هات شوف كيف؟ حق العقد اول شيء عشان ما تخرب يا سينبك تقول لي من الطبخه الثلاثه ذي ايش لا لا ما حقول انا بس كذا اذوق اذوق لحم 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 قول مال امه حل شايف خاطرك حبيبي؟ انا عارف اندومي اذا اكلت شايف من هذه ومن هذه شايف خاطرك؟ ومن هذه ومن هذه لازم تخدم اسلوبك عدل اسلوبك عدل شايف خاطرك يخدمك انا هذا مدلع ما له علاقه بالنقاط خلي النقاط على الجنب لا ما احلى في النقاط بس كمان نعمه ما يقدر ايه لا لا طبخ يعني طب عادي كله نعمه الله يا فهد انت الفائز عبد العزيز عيبك هلا انت كمان انت الفايز وانت الفايز الله عليك حبيبي اسمع اسمع ها والله انا مزود الملح شوي صراحه لا انت انت لا 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 ايوه قلنا صح يا شيخ والله كان فخم الشغل بالله ايش رايك والله فخم والله روعه صح شباب وانت الفايز وانا ابو عبد الله هلا والله على والله مستوى ثاني خذ مع الهديه لحمه مع تعال يا والله ترى التمر والفول سبحان الله واحد ابو واحد ما شاء الله عليك والله نجيب بادي نظلم انت فايز وانا لا كذا كذا كثير اوفر لا بزين الله يسلمك والله ابو يونس وجودك الله يسلمك ويبارك فيك بسم الله هذا عادي والله لذيذه يعني ماني قادر المشكله نسيت طعمها نسيت طعمها كله نسيت ابغى ابدا من جديد ابغى ابدا من جديد ذوق ذوق محمد ذوق لا شك دزت لي بدوق مره ثانيه ها انا بس احط شوكتي هنا كيف عطني رايك اشوف كانه ما ابغى هنا شوف في المدينه موضوع على سم وين مين مكان طيب منتجع تم اوكي احسن شيء بمكه تجمع المدير بس ما ادري بالعيد بس ما ادري بالعيد احتمال سافر ايه هاي شغله سقف
لأن أنا أشوف ما شاء الله تبارك الله الشباب هناك يعني الله يا فهد في مدود في نغم في غرب في زي كذا في تنقل أحيانا في الأغاني نفسها مكة يعني نوعا ما يمكن الشيخ فاروق يعني يلعب شوي عارف فهمتني ما يصلح اللعب في الأذان لا لا يلعب المقام يا شيخ أكيد تخوفني الحين أنت أنا داري يا أخي إحنا نتكلم عن الأذان يعني لا أقصد يلعب المقام يعني يطلع وينزل وكذا هو مقامين رئيسيين الحجاز والبيات بوجه عام كذا من غير ذكر التفاصيل مكة حجاز هناك هذا المشهور بس نحن ناخذ من بعض مكة تودي للمدينة والمدينة تودي زي الدغرين الحين بيات كيف؟ زي الدغرين الآن المغرب مصبوط صحيح لا لا فيه لا خلاص شكله بدأ يطبق عليه ما في شيء شو؟ لا وصفني وانا اغرق تقول شو هذا يقتنع بالله قروشتنا قاعد يقروها ها ها تعبدين على الاندومي والله الاندومي سريع ما شاء الله يمسك في الشوكة من غير ما هذا ما تعب نفسك حتى انت تلاقي اللقمة في فمك يا اخي انا ما ادري ايش حكايتي مع الخبز انسى اجيبه تفضل يا شباب ها لذيذ الحين مع مسوي رجيم جيب لك عيش هذا العيش تبعك يا الله على الحنيه احرجتني يا محمد احرجتني مو حاجه بس تكلمنا هذا مو في الاذان في التبليغ التبليغ ها؟ نعم يا حياتي مدنين مكة كانوا سابقا ولا زالوا حتى الآن إذا شافوا الغيم يكبروا بطريقة معينة يقولوا لها العشاق شو اشتاقين للمطر سبحان الله بعدين سبحان الله هو مناسب لجو الغيم إذا في شيء من البهجة صحيح يا اخي هذا ليش اسامه ما يسمينا شيء عشاق كذا تعرف العشاق انت؟ الحين كذا واحنا ناكل؟ يعني شوربه طيبه على العشاق طيبه في الافطار الشوربه الله ياسين معدة تكون دافية كذا يبغى لها شيء دافي والله أنا زي كذا كل يوم أول شيء لازم أشربه فاجأ المعدة العالم هناك تكبس لك مش عارف إيه ما شاء الله ماشي معاه وماكل حلال صلاة على النبي ما شاء الله والله ما أقدر أنا ذكرت كنت أكل أبغى أنام ما أقدر والله إذا كنت أكل في الإفطار بالذات يعني ما أقدر بعدين بالذات إذا واحد إمام. إذا تراويح ما يقدر. آه يصلح. أبداً. شوية تتطور. عم علي الغامدي. كيف تروح؟ اللي في السوقية. ها حق الفول.